بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على البوتوكس فور لور فيس. طبعا هتكلمنا لايف قبل كده على البوتوكس فور أبر فيس. البوتوكس فور لور فيس لو أنا بصيت على المصل اللي في اللور فيس هلاقي إن هي انترمينجلد مع بعضيها، هلاقي إن هي يعني جنب بعض، فبتبقى في مشكلة في طريقة الحق. لان انا لو حقنت مصل ممكن المصل دي بحقن، لو انا حقنت غلط اهلا بيك يا دكتورة دينا، لو انا حقنت غلط ممكن احقن مصل جنبها وبالتالي اثر تأثير عكسي. واحدة واحدة كده هنتكلم. شرفتنا دكتور اسلام، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب في كل بروبلم عندنا في اللور فيس زي ما احنا اتكلمنا برضو في الابر فيس، هنتكلم على ايه المصل اللي مسؤولة، ايه السيفتي زون، طريقة الحقن هتكون ازاي، السبيشال كونسيدريشن اللي انا احطها في اعتباراتي عشان ما يحصلش فيه اي كومبليكيشن ان شاء الله. طيب في 6 حالات او في 6 بروبلم للبوتوكس في اللور فيس. اول حاجة الستة هما ايه؟ اول حاجة عندي ادي الست اللي هما اول حاجة عندي اللي هي البيري اورال رينكلز او السموكر لاينز، بعد كده في عندي الجام سمايل، الماريونيك لاين، التشين ديمبلينج او البيض اورانج، والسكوير جو ابيرانس، وفي النهاية هنتكلم على انفيرتيتي نيك ليفت. طيب اول مشكلة عندي اللي هي البيري اورال رينكلز، هنا البيري اورال رينكلز او السموكر لاينز. هنا البيري اورال رينكلز ده المصل اللي مسؤولة عنها ايه؟ هي الاوبكولاريس اورياس مصل. اورياس مصل يعني حوالين الاورال، هنا الاوبكولاريس اوكولاي وهنا الاوبكولاريس اورياس مصل. طيب الاوبكولاريس اورياس مصل ديت اللي هي مفروض ان هي بروترود وابروكسيميت الليبس. يبقى اول مشكلة عندي في حقن البوتوكس في اللور فيس او اول كيس عندي اللي هي البيري اورال رينكلز. البيري اورال رينكلز او السموكر لاينز ديت المصل اللي بتكون مسؤول عنها اللي هي الاوبكولاريس اورياس مصل. طيب نيجي بقى للانجكشن. الانجكشن يبقى انا عندي الاوبكولاريس اورياس مصل هنا وعندي البيري اورال رينكلز. ادي البيري اورال رينكلز اهيت شكلها، ادي البيري اورال رينكلز او السموكر لاينز، وادي المصل اللي هي بتكون مسؤوله زي ما احنا قلنا اللي هي البوكولاريس اورياس مصل اللي هي المفروض ان هي بروترود الليب وابروكسيميت الليبس. طيب الانجكشن بقى طريقه الحقن. طريقه الحقن لما باجي بحقن المكان ده انا عندي سرنجه الانسولين اهو، لما باجي بدخل بس سب ديرمال وسوبرفيشال. يعني ايه سب ديرمال وسوبرفيشال؟ يعني بدخل بس بسن الابره، يبقى بدخل بس بسن الابره. طيب انا بتكلم على البيري اورال رينكلز، بدخل بسن الابره سب ديرمال سوبرفيشال، ده اسمه ايه؟ ده اسمه الفيرميريان بوردر. ده اسمه الفيرميريان بوردر. الفيرميريان بوردر انا لما باجي بحقن بيبقى جاست اباف او حوالي نص سنتي او حوالي نص سنتي من الفيرميريان بوردر. يبقى انا عندي الفيرميريان بوردر اهوت، لما باجي بحقن جاست اباف او نص سنتي او نص سنتي بس، ما بطلعش لفوق. تاني نقطه عندي ده حاجه اسمها طبعا ديت الاولر كوميشن او الكورنر اوف ذا ماوس او الكورنر اوف ذا ماوس. ايه السيفتي زون في المنطقه ديت؟ هنا في الابر ليب بسيب 1 سنتي، في الابر ليب بسيب 1 سنتي، في اللور ليب في الابر ليب مفروض ان انا بسيب 1 سنتي من اللاتر كورنر اوف ذا ماوس، في اللور ليب مفروض ان انا بسيب 2 سنتي من الكورنر اوف ذا ماوس. طيب يعني يا ريت اللي عايز يسال سؤال بعد ما يعني بالنسبه للشرح الشباتر. طيب يبقى انا تاني انا بتكلم دلوقتي على البوتوكس فور لور فيس. اول بروبلم عندنا اللي هي البيري اورال رينكلز اللي هتقابلني او السموكر لاينز اللي هتقابلني هنا.
البيري اورال لينكلز او السموكا لاينز اللي هي بتكون موجوده، المسل اللي بتكون مسؤوله عنها اللي هي البيكولاريز اوريوس مسل. طيب انا عشان اصلح المكان ده انا عايز احقن البيكولاريز اوريوس مسل. طب انا عايز احقن وما يحصلش عندي مشكله. اولا رقم واحد هدخل بسن الابره، هدخل سب ديرمال سوبرفيشال، هدخل سب ديرمال وسوبرفيشال. هنا بتحقن فين؟ بتحقن ادي الفيرمينيان بوردر، بتحقن عند الفيرمينيان جاست اباف او انت لو تعلى بس مش اكتر من نص سنتي. هنا بسيب في الابر ليب في الجزئيه الفوقانيه بتسيب 1 سنتي، في الجزئيه الفوقانيه بتسيب 1 سنتي، في اللور ليب بتسيب 2 سنتي. هنا بس في اللور ليب ممكن بحقن نقطتين، بحقن نقطتين، وهنا بحقن في حدود 4 بوينت زي ما احنا شايفين كده. يبقى هنا بحقن نقطتين اهيت زي ما احنا شايفين، بتحقن نقطتين تحت واربعه فوق، ما بينهم الاربعه اللي فوق ما بينهم 1 سنتي تاني. يبقى انا سايب هنا السيفتي زون، السيفتي زون هنا سايب 1 سنتي، سايب 1 سنتي فروم من الكورنر اوف ذا ماوس، وتحت بسيب 2 سنتي من الكورنر اوف ذا ماوس، ده 2 سنتي من الكورنر اوف ذا ماوس، يبقى الحته دي ببعد عنهم. طيب باجي بحقن فين؟ بحقن جاست ات ذا فيرميريان بوردر زي ما احنا شايفين عند الفيرميريان بوردر بس. بدخل بقد ايه؟ بدخل بس بسن الابره سب ديرمال سوبرفيشال. طب بحقن قد ايه؟ بحقن من 1 يونت ل 2 يونت، من 1 يونت ل 2 يونت. يبقى دي اول بروبلم عندنا، اول بروبلم عندنا اللي هي البيري اورال رينكلز او السموكينج او السموك لاينز. هنا المصل اللي بتكون مسؤوله عنها اللي هي الاوبيكولاريز اوريوس مصل. طيب لما باجي بحقن المنطقه ديت، اولا لازم ابص زي في اي طريقه حقن وخاصه في اللور فيس لازم اركز، وخاصه انا لسه مبتدئ ولسه ببدا احقن لازم افكر في السيفتي زون. هنا بسيب قد ايه؟ بسيب 1 سنتي من الكورنر اوف ذا ماوس بالنسبه للابر ليبس، وبالنسبه للور ليبس بسيب 2 سنتي. بتحقن مثلا في نقطتين، ادي نقطتين هنا، بدخل بس بسن الابره سب دويدمال سوبرفيشال. بحقن قد ايه؟ بحقن من 1 يونت ل 2 يونت، من 1 يونت ل 2 يونت. يبقى السيفتي زون هنا بيكون فين؟ بيكون هنا بسيب 1 سنتي وهنا بسيب 2 سنتي. ما بعديش اللاترال بوردر اوف فلترال كولم، ده اسمه الفلترال كولم اهو. ما بتعديش اللاترال بوردر، ما بتعديش اللاترال بوردر، يعني ما باجيش احقن هنا. يبقى ادي الفلترال كولم هنا ده ما بعدهوش، ده السيفتي زون. يبقى ده تكمله السيفتي زون، ادي السيفتي زون عندي اهيت عشان الامور تبقى واضحه. ادي الرسمه دي موضحه لي السيفتي زون، الرسمه دي موضحه لي السيفتي زون. يبقى السيفتي زون عندنا هنا في الابر ليب بسيب 1 سنتي، في اللور ليب بسيب 2 سنتي، ما بعديش الفلترال كولم، ما بعديش الفلترال كولم. بحقن قد ايه؟ بحقن سب ديرمال سوبرفيشال، بتحقن من 1 الى 2 يونت، من 1 الى 2 يونت. هنا في الجزء الفوقاني في الفوقاني زي ما احنا شايفين بتحقن في 4 بوينت، وهنا بحقن في 2 بوينت زي ما احنا شايفين. جاست ات ذا فيرميريون بوردر، جاست ات ذا فيرميريون بوردر، او حتى نص سنتي، او نص سنتي، او نص سنتي من الفيرميريون بوردر. ده بالنسبه للحقن في المكان ده. طيب السبيشال كونسيدريشن زي ما احنا قلنا، مفروض ان انت مش انجكت، مفروض ان انت ما بتحقنش قريبا من الاورال كوميشن. احنا قلنا هنا بنبعد قد ايه؟ ادي الاورال كوميشن اهو، احنا قلنا هنا بنبعد قد ايه؟ 1 سنتي، هنا بنبعد قد ايه؟ 2 سنتي. ما بتحقنش قريبا من الاورال كوميشن عشان ممكن يعمل لي دروبنج، طبعا ممكن يعمل لي درولينج ودروبنج زي ما احنا شايفين كده. ونوت انجكت برضو في الميد لاين، في الميد لاين نوت انجكت في الميد لاين، احنا قلنا ما بنحقنش في الميد لاين، برضو من السيفتي زون ان انا ما بعديش الفلترال كورم، نوت انجكت لي الميد لاين عشان ما يحصلش برضو فلاتنينج اوف ذا ليب، فلاتنينج اوف ذا ليب. طبعا يعني المكان ده ممكن هو بيحتاج انك انت بتحقن معاه فيلر، لو حبينا نحقن فيلر ما بنحقنش في نفس الجلسه، بنستنى اسبوعين وبعد كده بنحقن الفيلر، وبعد كده بنحقن الفيلر. طبعا لازم لو هو بعض الكيسز لو هي شغلها بيتطلب حركه
بيتطلب حركة اللبس، زي واحد بلاي على الفلوت على المزمار، او واحد بيصفر بطبيعة الحال، ده لازم هتتأثر بعد الحق، لازم اقول له ان هو هيتأثر. برضه لو هو عايز يشرب من الشاليمو ولا غيره، ممكن ان هو بيتأثر، لان المكان ده طبعا بيتأثر نتيجة ليه الحال. يبقى دي اول بروبلم عندي، اللي هي البيري اورال رينكلز او السموكر لايت او السموك اللايت. طيب تاني مشكله عندي اللي هي الجام سمايل. تاني بروبلم عندي اللي هي الجام سمايل، زي ما احنا شايفين كده. تاني بروبلم عندي اللي هي الجام سمايل. يعني ايه جام سمايل؟ الجام سمايل ده طبعا يعني ايه اللي يعني اللي بمنتهى البساطه، ان الجام بيتبان اثناء السمايلنج، يعني اكسجريتد upper lip retraction during smiling، زي ما احنا شايفين. ادي الجام سمايل، زي ما احنا بنقول في كل مره، ايه المصل هنا المسؤوله بقى؟ المصل اللي مسؤوله عن الجام سمايل اللي هي الليفيتور لابياي سبيريورس اليجانزاي مصل. الليفيتور لابياي سبيريورس اليجانزاي مصل ديت المصل اللي هي بتكون موجوده عند النوز كده، دي المصل اللي هي بتكون مسؤوله عن الجامي سمايل، دي المصل اللي بتكون مسؤوله عن الجامي سمايل. طيب لما باجي بحقن، يبقى انا تاني بروبلم عندي اللي هي الجامي سمايل. الجامي سمايل ديت المصل اللي بتكون مسؤوله عنها اللي هي الليفيتور لابياي سبيريورس اليجانزاي مصل. لما المصل ديت كونتراكتد، ادي المصل دي كونتراكتد، هنا المصل دي كونتراكتد، بدخل برضه بدخل بسن الابره، بس بتدخل بسن الابره ما بتدخلش ديب، بدخل بسن الابره عند الابر بارت اوف ذا نيزو ليبيال فولد. في المكان ده عند الابر بارت اوف ذا نيزو ليبيال فولد بتدخل بسن الابره وبتحقن من واحد يونت الى 2 يونت، بتحقن من 1 يونت الى 2 يونت، زي ما احنا شايفين بتحقن من 1 يونت الى 2 يونت. بتحقن قد ايه؟ بنحقن من 1 يونت الى 2 يونت، واحنا بندخل بهاف اوف ذا نيدل، بتدخل بهاف اوف ذا نيدل زي ما احنا شايفين، وبتحقن من 1 يونت الى 2 يونت، وبعد كده كومبريس على الانجكشن ميديالي، وبعد كده كومبريس على الانجكشن ميديالي. يبقى تاني بروبلم عندنا بنتكلم عليها اللي هي الجام سمايل. الجام سمايل يعني ايه؟ يعني اكسجريتد ابر ليب ريتراكشن ديورنج سمايلينج. ايه المصل اللي بتكون مسؤوله عندي؟ اللي هي الليفيتور لابياي اسبيريورس اليكا نازاي مصل. الحقن في اول نقطه بتكلم بدخل بقد ايه من سن الابره؟ بدخل بهاف اوف ذا نيدل، او بس يا دوبك بدخل على المصل. يعني لما بتعمل كونتراكتد ادي المصل باينه اهي، المصل هنا بتحقنها، بحقن هنا، بتحقن المصل هنا، بدخل بس بسن الابره، بحقن قد ايه؟ بحقن من 1 يونت الى 2 يونت. وبعد كده لما بعمل كومبريس، بتعمل كومبريس على الانجكشن ميديالي، بتعمل كومبريس ميديالي مش لاترالي، كومبريس على الانجكشن ميديالي. ليه؟ عشان ما يحصلش ديفيوجن طبعا للبوتوكس ناحيه التشيك، ناحيه المصل اللي في التشيك اللي احنا هنجيب سيرتها بعد كده. يبقى انا عندي تاني بروبلم عندي اللي هي الجام سمايل، المصل اللي بتكون مسؤول عنها اللي هي الليفيتور لابياي اسبيريورس اليكانزاي مصل. انا بدخل بسن الابره بس، او بدخل بالهاف اوف ذا نيدل زي ما احنا شايفين، زي ما احنا شايفين كده، بدخل بالهاف اوف ذا نيدل، بتدخل بالهاف اوف ذا نيدل، ادي بتدخل بالهاف اوف ذا نيدل في المكان بتاعت الليفيتور اسبيريورس اليكانزاي مصل. ده المصل بتبقى كونتراكتد عند الابر ميديال بارت، عند الابر ميديال بارت اوف ذا نيزو ليبيال فولد. ادي المكان هنا، بحقن هنا 1 الى 2 يونت، وهنا من 1 الى 2 يونت عشان اظبط هنا الجام سمايل، عشان تظبط الجام سمايل. بعد كده كومبريس على المكان ده، كومبريس على المكان ده ميديالي، كومبريس على المكان ده ميديالي، تمام؟ يبقى ده تاني بروبلم. يبقى انا اتكلمت دلوقتي على، انا بس بتكلم على البوتوكس فور لور فيس، بنتكلم على اول بروبلم عندي اللي هي البيري اورال رينكلز. البيري اورال رينكلز، البيري اورال رينكلز او السموكر لاينز ده، واحنا قلنا المصل اللي بتكون مسؤول عنها اللي هي البلوكولاريز اورياس مصل. السيفتي زون في المكان ده ايه؟ السيفتي زون اولا بسيب انا في الجزء الفوقاني، ادي الاولر كوميشن او ادي الكورنر اوف ذا ماوس، هنا بتسيب 1 سنتي وتحت بتسيب 2 سنتي، بنقول ان احنا ما بنعديش اللاترال بوردر اوف ذا فلتر كولم. ادي الفلتر كولم اهوت، انا ما بعدهوش عشان ما اعملش فلاتنينج اوف ذا ليبس. بتحقن قد ايه؟ بحقن ادي 4 بوينت، بنحقن 4 بوينت في الابر،
و2 بوينت في اللور، بدخل بس بسن الابره، بدخل بس بسن الابره وبحقن من 1 الى 2 يونت. تاني بروبلم عندنا اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي الجام سمايل. الجام سمايل المصل اللي بتكون مسؤوله عني اللي هو الليفيتو لابياي اسبيريورس اليكانيزاي مصل. هنا المصل كونتراكتد عند الابر ميديال بارت اوف ذا نيزو ليبيال فورد، بدخل برضه بتدخل بسن الابره او بتدخل بالهاف اوف ذا نيدل وبتحقن 1 الى 2 يونت، وبعد كده كومبريس على الانجكشن ميديالي، كومبريس على مكان الانجكشن ميديالي. تالت بروبلم عندنا او تالت كيس عندنا اللي هي المريونيت لاين او الميلومنتال فولدز. ادي المريونيت لاين او الميلومنتال فولدز. طيب ايه المصل اللي بتكون مسؤوله عن المريونيت لاين او الميلومنتال فولدز ديت؟ اللي هي الدبريسور انجلاي اورس مصل. الدبريسور انجلاي اورس ماسل ديت اللي هي بتكون مسؤوله عن المارونيت لاين، دي اللي بتكون مسؤوله الدبريسور انجلاي اورس ماسل اللي هي بتكون مسؤوله عن المارونيت لاين او الميلومنتال فولدز. طيب طريقه الحقن بقى، يعني احنا برضو ده الصوره دي هتوضح لي هنا. قبل طريقه الحقن انا عندي قلت الماسل اللي هي بتكون مسؤوله عن المارونيت لاين، ادي المارونيت لاين اهيت او الميلومنتال فولدس. عندي الماسل اللي بتكون مسؤوله عن اللي هي الدبريسور انجولاي اورس ماسل اللي هو الدبريسور انجولاي اللي هي بتكون موجوده في الانجل، اللي بتكون موجوده على الانجل. الماسل اللي هنا ديت اركز فيها، هنا المنتاليز، هنا المنتاليز، بعديها الدبريسور لابياي انفيريورس ماسل، بعد كده الدبريسور انجلاي اورس ماسل. يبقى المنتاليز، بعدها الدبريسور لابياي انفيريورس، بعدها الدبريسور انجلاي اورس اللي موجوده عند الانجل. انا بتكلم دلوقتي على المارونيت لاين او المونومنتال فولدس، وبقول ان المصل اللي بتكون مسؤول عنها اللي هي ايه؟ اللي هي الدبريسور انجلاي اورس ماسل. طيب طريقة الحقن في المكان ده ازاي؟ طريقة الحقن في واحدة من اتنين. أنا مفروض إن هو أنا لو أنا لو أنا طلبت من العيانة إن هي زي تكز على أسنانها كده وبحس المصل، أنا بحس المصل، المصل اللي هي الإيه؟ اللي هي الدبريسور أنجلاي أورس مصل، مفروض إن أنا بحس المصل وبحقن فيها. طيب أنا بقى ما حسيتش المصل أو مش عارف أحس المصل، في طريقتين للحقن. رقم واحد ان انا باجي ادي الكورنر اوف ذا ماوس، ادي الكورنر اوف ذا ماوس، بطلع منه 1 سنتي 1 سنتي لاترال 1 سنتي انفيريور، 1 سنتي لاترال 1 سنتي انفيريور، وبحقن في المكان ده. يبقى 1 سنتي لاترال 1 سنتي انفيريور زي ما احنا شايفين هنا كده، ادي 1 سنتي لاترال هنا، ادي طالع، ادي 1 سنتي لاترال 1 سنتي انفيرور، وبحقن. هنا بتحقن في ايه؟ الدبريسور انجلاي اوريس ماسل. هنا بدخل بايه؟ بتدخل ديب بقى في المكان هنا بتاع الدبريسور انجلاي اوريس ماسل، بدخل بسن الابره كلها، بتدخل بسن الابره كلها على الدبريسور انجلاي اوريس ماسل. يبقى انا يبقى انا ركز ان انا اولا بطلب من العيان ان هي بتكز على اسنانها تمام، كزت على اسنانها، المفروض ان انا احس المصل اللي هي الدبريسور انجلاي اورس ماسل في مكان الميلومنتال فولدس. مكان الميلومنتال فولدس هنا الميلومنتال فولدس او المارونيت لاين، المفروض ان انا بحسها وبحقنها. طيب ما حسيتهاش، هنا باجي عند الاورال كوميشن، بطلع 1 سنتي لاترال 1 سنتي انفيريور 1 سنتي انفيريور، هنا بقى بدخل بسن الابره كلها، بدخل بسن الابره كلها ديب في المصل. يبقى بدخل ديب في المصل وبحقن قد ايه؟ ممكن بتحقن من 2 لغايه 5 يونت كمان، من 2 لغايه 5 يونت في المكان ده، وفقا للكميه بتاعه الملمنتال فولدس اللي موجود. مثلا وليكن هنحقن من 3 ل 4 ماشي، يبقى من 2 ل 5 يونت في المكان ده. يبقى انا اول طريقه حقن هنا بالنسبه للمارونيت لاين، انا المصل اللي بتكون مسؤوله اللي هي الدبريسور انجلاي اوريس مصل، انا بطلع 1 سنتي لاترال 1 سنتي انفيريور 1 سنتي لاترال 1 سنتي انفيريور، وبتحقن في المكان ده وبتحقن هنا، بتدخل ديب وبتحقن من 2 الى 5 يونت، بتدخل ديب وبتحقن من 2 الى 5 يونت. طيب الطريقه الالترناتيف انجكشن بقى، ان انا باجي على الانجل اوف ذا ماوندبل،
بتيجي على الانجل اوف ذا ماندبل. هنا مثلا ادي الانجل اوف ذا ماندبل ده، ادي باجي على المانديبولار ريمس، ادي ده المانديبولار ريمس، ده المانديبولار بوردر اهو، المانديبولار بوردر، وهنا ادي المونومنتال فولدس او المرونيت لاين. لو انا خط دياجونالي، لو خدت خط دياجونالي كده ممكن ان هو في المكان ده بحقن فيها، بحقن فيه خاصه ان هو بيكون بعيد عن المصل اللي فوق. عشان احدده بمنتهى البساطه برضو لو انا اتلخبط بنزل، ادي خط، بنزل خط من اللاترال كانساس، ادي اللاترال كانساس، بنزل خط من اللاترال كانساس، وبنزل خط من النيزوليبيال فولد. الخطين دول بيتلاقوا عند نقطه معينه، عند الانجل اوف ذا ماندبل. هنا ممكن احقن برضو، هنا ممكن احقن، بحقن ديب وبحقن من 2 الى 5 يونت، بحقن ديب وبحقن من 2 الى 5 يونت زي ما احنا شايفين كده، بحقن ديب وبحقن من 2 الى 5 يونت. يبقى الطريقه الثانيه ان انا بنزل خط ادي بنزل خط من اللاترال كانساس وخط من النيزوليبيال فولد، التقاء الخطين هنا عند الريمس اوف ذا ماندبل او عند المانديبولار بوردر، هنا بحقن، بتحقن ديب، بدخل ديب وبحقن من 2 الى 5 يونت، بحقن ديب وبحقن من 2 الى 5 يونت. طيب ايه السبيشال كونسيدريشن؟ ايه السبيشال كونسيدريشن اللي هتقابلني في حاجه زي كده؟ زي ما احنا شايفين ادي المصل، احنا قلنا فيه المنتاليز ماسل، وراها ايه؟ وراها الدبريسور لابياي انفيريوراس ماسل، وعندي وراها الدبريسور انجلاي اورياس ماسل. مفروض ان انا بحدد طريقه الحقن زي ما انا قلت كده، بحدد انا هنا في طريقتين للحقن، ربنا يكرمك دكتور اثار، في طريقتين للحقن. الدبريسور انجلاي اورياس ماسل، ادي الاورال كوميشن، بطلع 1 سنتي لاترال 1 سنتي انفيريور، بحقن ديب، هنا بحقن ديب، انا بحقن في الدبريسور انجلاي اوريوس ماسل. طيب الدبريسور انجلاي اوريوس ماسل هنا جنبها ايه؟ جنبها بعديها اللي احنا قلنا الدبريسور لابياي انفيريورس، وبعديها المنتاليس، فانا بحدد هنا، بدخل هنا ادي 1 سنتي انفيريور، 1 سنتي لاترال، 1 سنتي انفيريور، تمام؟ 1 سنتي انفيريور ليه لاترال؟ عشان ابعد عن ايه؟ عن المصل اللي جنب الانجولاي اورس مصل اللي هي الدبريسور لابياي انفيريورس، وبالتالي ياثر على السمايل. تاني حاجه افويد برضو ان انا ما اطلعش لفوق، افويد الاوربيكولاريس اورياس مصل، ما بحقنش تو هاي، هنا الاوربيكولاريس اورياس مصل، فبالتالي ما بطلعش لفوق، عشان افويد ان هو يحصل في عندي ديفيكال في السبيتش. تاني يبقى انا بتكلم دلوقتي على حقن ايه؟ على حقن المارونيت لاين او المونومنتال فولدس. ايه المصل اللي بتكون مسؤوله؟ عن المارونيت لاين هي الدبريسور انجلاي اورياس مصل. في طريقتين للحقن. ممكن انا اول طريقه المفروض ان انت بطل تطلب من العيان ان هي بس بتكز على اسنانها، مجرد ما كزت على اسنانها وحسيت المصل. طيب ما حسيتش المصل، باجي ادي الكورنر اوف ذا ماوس، بطلع 1 سنتي لاترال 1 سنتي انفيريور، بدخل بسن الابره كلها، بحقن قد ايه؟ من 2 الى 5 يونت. طيب لو الابتسامة اتأثرت علاج ايه؟ ملهاش علاج يا دكتور دينا. أي حاجة حقن البوتوكس غلط هتسيبه لغاية ما يروح، لكن خاصة في اللور فيس هنا ملوش علاج. نكمل كلامنا بس. يبقى أنا عندي دلوقتي الدبريسور أنجلاي أورياس ماسل هنا حقنتها، هنا 1 سنتي. عشان كده نركز واحنا بنحقن ونركز في السيفتي زون بالظبط. هنا أدي 1 سنتي لاترال 1 سنتي انفيريور، بحقن هنا خلاص انا عند الدبريسور انجلاي اوراس ماسل، يبقى انا هحقن المارونيت لاين، هدخل ديب، هحقن من 2 الى 5 يونت. طب انا اتلخبطت في المكان ده، طريقه الحقن الاسهل ان انا اجي تحت على الريمس اوف ذا ماندبل، هنا بنزل بخط من اللاترال كانساس، ادي اللاترال كانساس، وخط من النيزوليبيال فولد. التقاء الخطين مع بعض عند
عند الريمس اوف ذا ماندبل هنا بتحقن، هنا لو حقنت هنا ما بيكونش فيه اي مشكله، ما بيكونش فيه اي مشكله. ليه؟ لان انا بخاف من هنا في ايه؟ هنا المصل، اول مصل هتقابلني ميديال، اول مصل هتقابلني ميديال بعد الدبريسور انجولاي اورس مصل اللي هي الدبريسور لابياي انفيريورس، الدبريسور لابياي انفيريورس، وبعديها المنتاليس اللي فوق هنا الاوربيكولاريس اورياس ماسل، اللي فوق هنا الاوربيكولاريس اورياس ماسل اللي هي بتكون مسؤوله، اللي احنا قلنا بتكون مسؤوله على السموك لاين او على البيري اورال رينكلز. طيب يبقى انا من الاول خالص اول مشكله عندي، اول مشكله عندي ممكن تقابلني اللي هي البيري اورال رينكلز او السموك لاينز. ايه المصل اللي بتكون مسؤوله؟ المصل اللي بتكون مسؤوله الاوربيكولاريس اورياس مصل. طريقه الحقن السيفتي زون عندي بسيب 1 سنتي من الكورنر اوف ذا ماوس، بسيب 2 سنتي من الكورنر اوف ذا ماوس عند اللور ليب، ما بعديش اللاترال بوردر اوف فلتر كولم، ما بعديش اللاترال بوردر اوف فلتر كولم. بحقن قد ايه؟ بحقن من 1 يونت الى 2 يونت. في الجزء الفوقاني هنا ممكن بحقن فيه 4 بوينت، في الجزء الفوقاني من الابر ليب، تحت بتحقن 2 بوينت. بدخل بسن الابره، بتدخل سب ديرمال سوبرفيشال، بحقن من 1 يونت الى 2 يونت. تاني بروبلم عندي اللي هي الجام سمايل، اللي هي الجام سمايل، الجام بتبان ديورنج اثناء السمايلينج. طيب هنا الحقن ازاي؟ بحقن برضو، باجي هنا ايه المصل اللي بتكون مسؤوله؟ المصل اللي بتكون مسؤوله اللي هي اللي فيتو لابياي سبيريورس اليجانيزاي مصل. بحقن ادي المصل هنا، بتحقن هنا في الابر ميديال بارت اوف ذا نيزو ليبيال فولد، بتحقن في المكان ده هنا لما كونتراكتد بحس المصل، بدخل بايه؟ بتدخل برضو بهاف اوف ذا نيدل. يبقى في الجزئين الاولانيين اللي هي البيري اورال رينكلز والجام سمايل انا بحقن سوبرفيشال، بتدخل بس بنص النيدل، بحقن قد ايه؟ من 1 يونت الى 2 يونت، بعد كده كومبريس ميديالي، كومبريس ميديالي. تالت بروبلم عندي اللي هي الماريونيت لاين، اللي هي الماريونيت لاين او الملمنتال فولدز. الماريونيت لاين ايه المصل اللي بتكون مسؤوله عندي؟ اللي هي الدبريسور انجولاي اورس مصل اللي بتكون موجوده عند الانجل. طريقه الحقن ازاي؟ طريقه الحقن واحده من اثنين، يا اما ان انا ادي عند الكورنر اوف ذا ماوس بطلع 1 سنتي لاترال 1 سنتي انفيريور، بدخل هنا بقى بدخل بسن الابره كلها، بدخل ديب في المصل، بحقن قد ايه؟ بحقن من 2 يونت الى 5 يونت، بحقن من 2 يونت الى 5 يونت. الحتتين اللي احطهم في اعتباراتي ان انا مش عايز اجي ميديالي، لان انا لو جيت ميديالي هاثر بقى على المصل اللي جنب الدبريسور انجلاي اورس مصل اللي هي الدبريسور لابياي انفيريورس، وبالتالي باثر على السمايل. ما بجيش فوق، فوق اللي هو الاوربيكولاريس اورياس مصل، وبالتالي بياثر على، بيعمل لي ديفيكالت سبيتش. طريقه الحقن الثانيه، ودي انا شايف ان هي الاسهل، ان انا حاجه على اللاترال كانسر، اللاترال كانسس انزل خط، وادي النيزو ليبيال فولد خط، هيلتقوا الخطين عند الانجل او عند الريمس اوف ذا ماندبل. هنا بتحقن، بتحقن في المكان ده وبحقن، بدخل ديب وبحقن من 2 الى 5 يونت، بتحقن من 2 الى 5 يونت. طيب يبقى دي اتكلمت على ثلاثه بروبلم اللي هم البيري اورال رينكلز، الجام سمايل، الماريونيت لاين، الماريونيت لاين. رابع بروبلم عندي اللي هي التشين ديمبلينج او البيد اورانج، ده ما احنا شايفين التشين ديمبلينج او البيد اورانج اللي هي المصل اللي بتكون مسؤوله عنها اللي هي المنتاليز مصل، المصل اللي هي بتكون مسؤوله عنها اللي هي المنتاليز مصل اللي هي بتكون مسؤوله على الكشكشه ديت اللي هي التشين بيكرينج واللور ليب اليفيتور. اللي انا عايز اركز فيه يا جماعه، انا عندي المنتاليز مصل، انا عندي المنتاليز مصل، وراها ايه؟ وراها الدبريسور لابياي انفيريورس ماسل، وراها الدبريسور انجلاي اوريس ماسل. الثلاثه دول ركز فيهم، منتاليز لبياي انفيريورس انجلاي اوريس ماسل. طيب بالنسبه بقى للمنتاليز ماسل، بالنسبه للمنتاليز ماسل وطريقه الحق، وطريقه الحق، يبقى انا بتكلم دلوقتي على التشين باكرينج او على البيودورانج اللي هي بتكون موجوده هنا. طريقه الحق
ممكن ان هو في واحده من اتنين برضه، ممكن انا بحقن سنجل او بتحقن دبل انجكشن. امتى بحقن سنجل وامتى بحقن دبل انجكشن؟ بحقن بس 1 انجكشن لو كان عندي التشن عندي نارو وبوينتد، مسنن كده نارو بوينتد صغير نارو بوينتد، يبقى ممكن تكون كفيله بيلس ان انا بحقن حقنه واحده، بحقن حقنه واحده في الميدل، حقنه واحده في الميدل. ده بالنسبه للمنتاليس. يا اما ممكن احقن دبل. الدبل امتى؟ لو كان عندي التشن عندي، لو كان عندي التشن برود او في كليفت او كليفت تشن، برود تشن او كليفت تشن، يبقى انا ممكن احقن سنجل او ممكن بحقن دبل. امتى بحقن سنجل وامتى بحقن دبل؟ بحقن سنجل لو انا عندي نارو، لو عندي نارو تشن. امتى بحقن دبل؟ لو انا عندي ايه، برود او كليفت تشن. طيب طريقه الحقن بتاعه المنتاليس، طريقه الحقن بتاعه المنتاليس برضو عشان اامن نفسي، عشان اامن نفسي هنا ادي عندي السيفتي زون، ادي السيفتي زون. لو انا خدت بقى نص دايره كده، ده طبعا عندي اللي هو الريمس، الريمس اوف ذا مانديبل او المانديبولار بوردر هنا. طيب هنا انا لو خدت نص دايره كده، السيفتي زون عندي ان انا بسيب 1 سنتي فروم من التشن سيركمفيرنس، وبسيب 2 سنتي من تحت من المانديبولار مارجن. ده السيفتي زون، ده السيفتي زون عشان ما اطلعش فوق المنتال كريس، اطلعش فوق المنتال كريس. هو المفروض ان هو بشكل عام ان المنتاليس ديت بحسها ما فيهاش مشكله، المنتاليس بحسها، لكن انا بتكلم انا لو عايز امن نفسي، لو عايز امن نفسي او عايز افكر في السيفتي زون، لو انا رسمت نص دايره بهذا الشكل كده، سبت 1 سنتي من التشين سيركمفيرنس هنا وسبت 2 سنتي، ده السيفتي زون، ده حته السيفتي زون اللي انا اقدر احقنها، سواء كان حقنت سنجل انجكشن او دبل انجكشن، سواء حقنت سنجل انجكشن ودبل انجكشن. الفكره في ايه؟ الفكره ان انا مش عايز احقن فوق، مش عايز احقن فوق. احنا قلنا فوق في ايه؟ في الاوبوكولاريز اوريوس ماسل، في الاوبوكولاريز اوريوس ماسل، مش عايز احقن فوق اللي هو الاوبوكولاريز اوريوس ماسل ديت اللي ممكن ان هي بتعمل لي لور ليب دروبنج، lower lip dropping. وبرضه مش عايز احقن في نفس الوقت، مش عايز احقن هنا المنتاليز. المنتاليز احنا قلنا اللي بعديها ايه؟ المنتاليز اللي بعديها، المصل اللي بعديها اللي هي الدبريسور لابياي انفريورس. هنا ادي المنتاليز، بعديها الدبريسور لابياي انفريورس، بعديها الدبريسور انجولاي اورس. يبقى ادي المنتاليز، دبريسور لابياي انفريورس، دبريسور انجولاي اورس اللي هي موجوده عند الانجل. انا مش عايز اجي لاترال، افويد ان انا اجي لاترال عشان ما اجيش على الدبريسور لابياي انفريورس واثر على السمايل، واثر على السمايل. يبقى انا عندي المنتاليز، انا بحقن في المنتاليز قد ايه؟ بتحقن تقريبا من 2 الى 5 يونت. بدخل ديب في المصل، بدخل في المنتاليز ديب في المصل وبحقن من 2 الى 5 يونت. ممكن انا بحقن سنجل انجكشن، ممكن انا بحقن سنجل انجكشن او بحقن دبل انجكشن لو انا عندي فيه برود زي ما احنا شايفين، او عندي برود هنا بتحقن دبل انجكشن. يبقى ممكن احقن سنجل انجكشن او ممكن احقن دبل انجكشن. بيقول لك انك انت لو انت ما قدرتش تحدد، يعني لو انت بقى غلبت خالص او المنتاليز ماسل بوردر دي مش محدده بالنسبه لك، ممكن بتحقن سنجل انجكشن وخلاص، بتيجي في النص وبتحقن سنجل انجكشن، بتيجي بتحقن في النص سنجل انجكشن. طيب يبقى تاني بالنسبه للتشين باكرنج او البيدو رانش، هنا المصل اللي بتكون مسؤوله اللي هي المنتاليز مصل، ممكن احقن برضو في طريقتين الحقن، ممكن احقن سنجل انجكشن وممكن احقن دبل انجكشن. السنجل انجكشن ان انا باجي في النص وبدخل بسن الابره كلها، بدخل بسن الابره كلها، بتحقن من 2 ل 5 يونت، بتحقن من 2 الى 5 يونت. ممكن ان هو دبل انجكشن بتحقن على الناحيتين. النقطه المهمه برضو ادي هنا، ادي المانديبولار بوردر، ممكن ارسم نص دايره، ممكن ارسم نص دايره، بسيب 1 سنتي من هنا وبسيب 2 سنتي من تحت لو انا عايز اامن نفسي، لو انا عايز اامن نفسي او انا اتلخبطت. بدخل على ايه؟ بتدخل بس بسنجل انجكشن، بدخل بسنجل انجكشن او بتدخل بدبل انجكشن. تاني البنتاليز جنبها الدبريسور لابياي انفريورس، جنبها الدبريسور انجلاي اوريوس ماسل. جزاك الله خير دكتوره نسرين. الدبريسور انجلاي اوريوس ماسل. طيب يبقى ده بالنسبه لحقن التشين باترنج او اللي هو التشين دبلنج اللي احنا قلناه.
خامس بروبلم عندي اللي هي الماسيتر هايبروتروفي، اللي هي الماسيتر هايبروتروفي او السكوير جو ابيرنس. السكوير جو ابيرنس الماسيتر هايبروتروفي طبعا المصل اللي بتكون مسؤوله اللي هي الماسيتر مصل، اللي هي الماسيتر مصل. طيب تحديد بقى، تحديد مكان الماسيتر مصل ده اساسي، تحديد مكان ادي السكوير جو ابيرنس او الماسيتر هايبروتروفي، تحديد مكان الماسيتر مصل اللي هو السيفتي زون بتاعها اساسي، السيفتي زون بتاعها اساسي. طيب السيفتي زون عندنا، السيفتي زون اللي عندنا هنا في حاله الماسيتر بتقول بيرسم خط فروم من الكورنر اوف ذا ماوس، بترسم خط فروم من الكورنر اوف ذا ماوس لغايه اللي هو الايل لوب، يبقى ادي الماوس كورنر وادي الايل لوب، هنا بنرسم خط بعد كده بنسيب 1 سنتي او عند الانجل اوف ذا ماندول وبتنزل بايه؟ وبتنزل بخط تاني، يبقى ده البوستيريور بوردر لاين وده الانتيريور بوردر لاين. بتطلب برضو من العيان ان هي بتكز وبتحس عشان احدد ليه الانتيريور بوردر لاين، يبقى ده السيفتي زون، يبقى ده عندي السيفتي زون، يبقى ده عندي السيفتي زون بتاع الماسيتر مصر، يبقى ده عندي السيفتي زون بتاع الماسيتر مصر. يبقى انا عندي الماسيتر مصر، انا عايز احدد ادي الماسيتر مصر، هنا برسم خط، بترسم خط فروم من الايه؟ ادي من الايل بيول للكورنر اوف ذا ماوس، ادي خط فروم من الايل بيول للكورنر اوف ذا ماوس، ادي خط كده. بتطلع 1 سم، بتسيب 1 سم وبتنزل بخط، بعد كده بتقفله. العيال بيكز على اسنانه او بتكز على اسنانها، هنا بتحس ادي المسيطر المصري، يبقى ده بحدد لها اللي هي الانتيريور بوردر لاين، يبقى ده الانتيريور بوردر لاين وهنا البوستيريور بوردر لاين تاني وهنا البوستيريور بوردر لاين، يبقى ده تاني اللي هو مهم قوي ان انا احدد السيفتي زون بتاع المسيطر المصري. السيفتي زون بتاع المسيطر المصري بترسم خط فروم من الكورنر اوف ذا ماوس، ادي الكورنر اوف ذا ماوس لغايه الايل لبيول، لغايه الايل لبيول. طيب بعد كده بنزل بخط بسيب 1 سم وبنزل بخط عند الانجل اوف ذا ماندبل، عند الانجل اوف ذا ماندبل، ادي البوستيريور بوردر لاين اوف ذا ماسيتر، الانتيريور بوردر لاين اوف ذا ماسيتر. بتطلب من العيان ان هي بتكز وبتحس المصل، ده الانتيريور بوردر لاين اوف ذا ماسيتر، تقريبا في نص التشيك، ادي الانتيريور بوردر لاين اوف ذا ماسيتر، يبقى ديت السيفتي زون، يبقى ده السيفتي زون، السيفتي زون بتاع الماسيتر المصل، يبقى ده السيفتي زون بتاع الماسيتر المصل. السيفتي زون بتاع الماسيتر المصل ده حددته، باجي بدخل بقى ايه؟ بتدخل ديب هنا، بدخل ديب في الماسيتر المصل وبتحقن قد ايه؟ ممكن انك انت بتحقن 20 يونت، ممكن انك انت هنا بتحقن لغايه 20 يونت، بتحقن لغايه 20 يونت، يعني في كل حقنه 5 يونت، يعني في كل حقنه 5 يونت. هنا ادي تاني، ممكن ان انا بحقن في كل نقطه من ديت بتدخل ديب وبحقن 5 يونت، يعني التجميعه بتكون 15 لغايه 20 يونت زي ما احنا شايفين اهو، 15 لغايه 20 يونت، ان انا بدخل ديب، تدخل ديب. دكتوره امال طبعا بتقول لنا ما تدخلش ديب بس، تدخل برضه سوبرفيشال عشان ما يحصلش بلج للمصل، لو حقنت ديب لوحده ممكن يحصل لي بلج للمصل، بتحقن معاها سوبرفيشال، لكن المهم هنا بتحقن ديب، بتدخل ديب وبحقن قد ايه؟ بحقن من 15 ل 20 يونت، 15 ل 20 يونت، يعني بحقن كميه كبيره. الفكره في حقن الماسيتر المصل زي ما احنا قلنا ان انت بتكون ان انا احدد، ادي بترسم خط فروم من الايل بيول لغايه الكورنر اوف ذا ماوس، بعد كده هنا بتسيب 1 سم وبتنزل بخط، ده ادي البوستيريور بوردر، بتكز على اسنانها عشان احدد الانتيريور بوردر، كده انا مقفل المربع ده، يبقى انا مأمن نفسي، ادي حته الماسيتر المصل، ادي حته الماسيتر المصل، يعني عشان بتحقن لو وبالسيرول، اهم حاجه بتحقن لو وبالسيرول، يبقى انا محدد لو وبالسيرول، بحقن لو وبالسيرول، بحقن قد ايه؟ بتحقن في حدود ال 20 يونت، بتحقن قد ايه؟ بتحقن في حدود ال 20 يونت. طيب يبقى ادخل في كل واحده زي ما احنا شايفين كده من 4 الى 5 يونت، يعني التجميعه كلها 20 يونت. طيب برغم انك انت بتحقن كميه كبيره، لكن هل انك انت وقت ما بتحقن الكميه الكبيره ديت بتاثر على الشوينج، بتاثر على حركه المضغ؟ بيقول لك لا. ليه؟ لان عندي التمبوراليس ماسل ديت، ادي التمبوراليس ماسل ديت واحده من الماسل اللي هي بتكون مينلي اللي بتكون مسؤوله عن الماستيكيشن، وبالتالي ان انا حتى لو حقنت في المكان ده ما بيكونش فيه مشكله في المضغ. لكن النقطه المهمه في حقن الماسيتر، ادي الماسيتر ماسل، الماسيتر ان انا احددها،
اخد خط فروم من الاي لبيول لغايه الكورنر اوف ذا ماوس، بعد كده بسيب 1 سم وبنزل، بسيب 1 سم عند الانجل اوف ذا ماندول وبرسم وبقفل وبقفل الايه؟ وبقفل السكوير، بقفل المربع، بتلوم العيان ان هي بتكز على اسنانها، بحس الايه؟ المسيطه المصر وبقفلها، بحقن قد ايه؟ بتحقن لغايه 20 يونت، في كل حقنه حوالي 5 يونت، في كل حقنه حوالي 5 يونت، يعني ممكن احقن اربع حقنات ديب. ممكن احقن معاهم سوبر فيشر عشان ما يحصلش بلج للمسل. طيب حقنت المسيتر، ممكن ان هي هل ان هي بقى بتحقن كميه كبيره هتاثر على الشوينج؟ ما بتاثرش على الشوينج ليه؟ لان عندي التمبراليس ماسل اللي هي فوق، التمبراليس ماسل اللي هي هنا فوق، ده واحده من المين ماسل اللي بتكون مسؤوله عن الماستيكيشن، دي طبعا ما بتتاثرش، دي طبعا ما بتتاثرش. يبقى ده خامس بروبلم عندنا. يبقى انا اتكلمت دلوقتي على 5 حالات للبوتوكس في لور فيس. اول واحده اللي هي البيري اورال رينكلز او السموك لاينز، تاني حاجه اللي هي الجامي سمايل، تالت حته اللي هي المريونيت المريونيت لاين او المونومنتال فولدس، ورابع حاجه عندي اللي هي بتاعه المسيتر هايبرتروفي. اخر حاجه هنتكلم عليها اللي هي النيفرتيتي نيك ليفت. النيفرتيتي نيك ليفت، النيفرتيتي نيك ليفت اهيت النيفرتيتي نيك ليفت. نيفرتيتي، كلمة نيفرتيتي ده احنا طبعا كلنا بنسمع عنها. نيفرتيتي نيكليفت ده هي المشكلة في ايه؟ ان الجو لاين، ادي الجو لاين بيحصل له فيه بلانتنج، يعني ايه؟ يعني فيه غلاظة. جو لاين، ادي الجو لاين عندي اهي زي ما انا كنا يعني احنا كبرنا اهوت، جو لاين بيحصل له فيه ايه؟ بلانتنج، بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه غلاظة مع لور مانديبولار بوردر فيه رينكل، في عندي لور مانديبولار بوردر رينكل. زي ما احنا قلنا في كل مشكلة ايه المصل اللي بتكون مسؤولة عنها؟ هنا المصل اللي بتكون مسؤولة عن الموضوع ده اللي هي البلاتيزما ماسل، البلاتيزما ماسل، البلاتيزما ماسل، ادي البلاتيزما ماسل، البلاتيزما ماسل، البلاتيزما ماسل ديت مفروض ان هي بنقول ان هو اورجينيت، الاورجن بتاعها بيبقى فين؟ الاورجن بتاعها بيكون عن الكلافيكل، ادي الاورجن بتاعها بيكون عن الكلافيكل والفيشيا بتاعت الابر شيست، وبعد كده بتروح عامله انسيرشن فين؟ انسيرشن في المانديبول والسكن بتاع التشن والتشيك. يبقى هنا الاورجن بتاعها عند الكلافيكل، الاورجن بتاعها هنا في الكلافيكل، والانسيرشن فين؟ الانسيرشن فين؟ في السكن بتاعت التشين والتشيك. ديت البلاتيزما ماسل. البلاتيزما ماسل المفروض ان هي بتكون نيك ديبريسور. البلاتيزما ماسل المفروض ان هي بتكون هي النيك ديبريسور. فبالتالي لما بحقن انا بعمل ريليز للدان وورد اوف بول اوف بلاتيزما، النيك ديبريسور اللي بتسحب للنيك لتحت. فبالتالي انا لما بحقن ريليز للداون وورد بول اوف ذا بلاتيزما ديت، بسمح للفيشال اليفيتور ان هي بتصلح من الساجنج سكن، بتصلح من الساجنج سكن تهدل الجلد، بتصلح من الساجنج سكن ديت، وبتعمل ديفاين للمانديبولار بوردر، وبتعمل لي ديفاين للمانديبولار بوردر. يبقى انا عندي النيفرتيتي نيك ليفت. ايه النيفرتيتي نيك ليفت ده؟ ان حصل فيه الجو لاين، الجو لاين حصل له بلانتنج، حصل له ان هو بيبقى فيه غليظ مع اللور مانديبولار بوردر رينكل. طيب ايه المصل اللي بتكون مسؤوله هنا؟ المصل اللي بتكون مسؤوله اللي هي البلاتيزما مصل. البلاتيزما مصل ده الاورجن بتاعها في الكلافيكل والانسيرشن بتاعها في المانديبول والتشن والتشيك. طيب يبقى البلاتيزما ماسل ديت بتشتغل كايه؟ كنيك ديبريسور، كنيك ديبريسور. فانا لما بحقن البلاتيزما ماسل ده بعمل لي ايه؟ لما بتحقن البلاتيزما ماسل ده بصلح من الداون وورد بول اوف بلاتيزما، وبالتالي بسمح بالفيشال اليفيتور ان هي بتصلح من الساجنج سكن، وبتحدد اللور مانديبولار بوردر، وبتحدد اللور مانديبولار بوردر. يبقى هنا انا عايز احقن ايه؟ عايز احقن البلاتيزما ماسل. احدد مكانها ايه والسيفتي زون. الحته المهمه في الموضوع ده ايه؟ ان انا باجي على زي ما احنا شايفين، باجي على حته النيزو ليبيال فولد هنا، وبنزل بخط عند النيزو ليبيال فولد اهو، وبنزل بخط ما بتعداش الخط ده، ما بتعداش الخط ده. دي النقطه المهمه عندي، ان انا ما بتعداش الخط ده، وباجي على المانديبولار بوردر. ادي المانديبولار بوردر عندي بحقن في حدود من 3 ل 4 حقنات. يبقى انا عندي نقطه النيفرتيتي نيك ليفت ده، باجي ادي النيزو ليبيال فولد هنا، بنزل بخط
بنزل بخط، ما بعديش الخط ده. ليه ما بعديش الخط ده؟ زي ما احنا قلنا اول مصر هتقابلني هنا اللي هي ايه؟ الدبريسور انجلاي اورياس مصر، بعديها الدبريسور لابياي الفريوراس مصر، بعديها المنتاليز مصر. يبقى انا بنزل بخط هنا وما بعدهوش، بنزل بخط هنا ما بعدهوش. باجي انا على الاماكن، باجي على الاماكن بتاعت باجي على الريموس اوف ذا ماندبل، باجي على المندبل من تحت، على المندبل واضح بحسه بدخل بايه؟ بدخل بسن الابره. اكيد بتدخل بسن الابره كلها، بتدخل في بتخبط في العظم على طول، بتخبط في العظم هنا بتحقن عادي من حوالي من 3 ل 4 بوينت، من 3 ل 4 بوينت في كل بوينت بحقن من 1 الى 2 يونت، بحقن من 1 الى 2 يونت. ربنا يكرمك دكتوره اثار. برده لما انا هي لو هي كذب على اثناء، انا باجي برده هنا عادي الابر بلاتيزمال باند، ادي الابر بلاتيزمال باند زي ما احنا شايفين في الابر بلاتيزمال باند برده، ادي بحقن في الجزء الفوقاني بتحقن من 1 الى 2 يونت، برده بدخل بسن الابره كلها، بدخل بسن الابره ديب في المصل، بدخل بسن الابره ديب في المصل، بدخل بسن الابره وبحقن من 1 الى 2 يونت. اهم نقطه فيها، اهم نقطه ان انا ستي لاترال، ان انا ستي لاترال زي ما احنا قلنا ستي لاترال عشان اتفادى هنا اول مصل ممكن تقابلني اللي هو الدبريسور لابياي انفريورس مصل، عشان اتفادى الدبريسور لابياي انفريورس مصل. طيب يبقى انا تاني يا جماعه انا بتكلم على البوتوكس فور لور فيس، بتكلم على البوتوكس فور لور فيس، البوتوكس فور لور فيس، بنتكلم على البوتوكس فور لور فيس. بقول ان هو في عندي ستة بروبلم، اول حاجه عندي اللي هي البيري اورال رينكلز، بعد كده في عندي الجام سمايل، المارينيت لاين، التشيم ديمبلينج، الماسيتر هايبرتروفي، والنيفرتيتي نيك ليفت، والنيفرتيتي نيك ليفت. بالنسبه للبيري اورال رينكلز او السموكر لاين او السموكر لاين، احنا قلنا المصل اللي بتكون مسؤوله هنا البكولاريس اورياس مصل، السيفتي زون في المكان ده ايه؟ بسيب من فوق من الابر ليب 1 سنتي، بسيب من تحت 2 سنتي، بسيب من تحت 2 سنتي، ما بعديش اللاترال بوردر اوف فيلترال كولا، بدخل بس سب ديرمال سوبرفيشال بسن الابره وبحقن من 1 الى 2 يونت، بحقن من 1 الى 2 يونت. تاني بروبلم عندنا اللي هي الجام سمايل، الجام سمايل ايه المصل اللي مسؤوله؟ اللي هي الليفيتور سبريوريس اليجا نزاي مصل، هنا المصل اللي ما بتبقى كونتراكتد عند الابر ميديال بارت اوف ذا نيزو ليبيال فولت، بدخل بسن الابره هنا، بدخل بسن الابره بتدخل بسن الابره برضو، بتدخل بس بسن الابره بالهاف اوف ذا نيدل وبحقن فيه، وبحقن في المكان ده، بحقن في المكان ده، وبعد كده كومبريس على الانجكشن ميديالي، كومبريس على الانجكشن ميديالي، ده عشان احسن من الجام سمايل. تالت بروبلم عندي اللي هي المارينيت لاين او الميلمنتال فولدس، اللي هي المصل اللي بتكون مسؤوله عندي اللي هي الدبريسور انجلاي اورياس مصل، اللي هي الدبريسور انجلاي اورياس مصل. هنا المفروض ان هو بتطلب من العيان ان هي بتكز وبتحس على المكان ده، وبتحس على المكان كان ده بمنتهى البساطه بتحسه، ما حسيتوش لاي سبب من الاسباب، ما حسيتوش. هنا باجي بطلع من الاورال كوميشن 1 سنتي لاترال 1 سنتي انفيريور، وبتدخل هنا بقى بسن الابره كلها، بتدخل بسن الابره كلها وبتحقن من 2 الى 5 يونت. طب انا اتلخبطت، الافضل ممكن احقن في طريقه حقن ثانيه، اجي على اللاترال كانسس وبنزل بخط لغايه الايه؟ لغايه المانديبولار بوردر، وهنا برضو خط عند النيزو ليبيال فولد، التقاء الخطين هنا بتحقن برضو، بتحقن في المكان ده وبتدخل ديب، وبتدخل ديب في المصل، وبحقن من 2 الى 5 يونت، بحقن من 2 الى 5 يونت. طيب رابع مشكله عندنا او رابع كيس عندي اللي هي ايه؟ رابع كيس عندي اللي هي التشين ديمبلينج او البيودورانج، التشين ديمبلينج او البيودورانج زي ما احنا قلنا المصل اللي بتكون مسؤوله اللي هي المنتاليز مصل، المنتاليز مصل. لو هي عندي نارو تشين او عندي برود وكليفت تشين، عندي نارو تشين ممكن احقن بس حقنه واحده، بتدخل برضو ديب، هنا بتدخل في المنتاليز ديب، هنا زي ما احنا قلنا في المنتاليز جنبها الدبريسور لابياي انفيريورس، جنبها الدبريسور انجولاي اورياس ماسل، هنا بتدخل ديب في الماسل، لو حقنت حقنتين بتدخل برضو ديب وبتحقن من 2 الى 5 يونت.
بعد كده خامس بروبلم عندنا اللي هي الماسيتر هايبروتروفي. الماسيتر هايبروتروفي مهم في الماسيتر ان انا احدد السيفتي زون عندي، بطلع بخط فروم من الايل بيول لغايه الكورنر اوف ذا ماوس، وبعد كده بنزل بخط هنا بسيب 1 سنتي وبنزل عند الانجل اوف ذا ماندبل، وبتطلب من العيان ان هي بتكز هنا، بحس الانتيريور بوردر اوف ذا ماسيتر. بحقن قد ايه؟ بحقن من 2 او بحقن 5 يونت في كل حقنه، عشان التجميعه بتكون 20 يونت، بتبقى 20 يونت. ده عشان اصلح من الماسيتر هايبروتروفي، من الماسيتر هايبروتروفي لازم اكون لو وبستيريور. بعد كده سادس بروبلم عندي اللي هي النيفرتيتي نيك ليفت. النيفرتيتي نيك ليفت، النقطه في النيفرتيتي نيك ليفت ان انا عايز احدد البوردر ده، عايز احدد البوردر بتاع المانديبول. هعمل ايه؟ اهم نقطه برده في السيفتي زون هعملها ان انا هنزل بخط من النيزو ليبيال فولد هنا عشان ما اتعداش، عشان الحقن ما يعدنيش هنا، عشان لو عداني الحقن هنا هروح على ايه؟ هروح على الدبريسور لابياي انفيريورس، هروح على الدبريسور لابياي انفيريورس. لو قلنا تاني في الدبريسور انجلاي اورس، وبعدين الدبريسور لابياي انفيريورس، وبعدين المنتاليس. طيب بنزل بخط وبحقن هنا، بحقن قد ايه؟ بتحقن ادي عند المانديبول اللي عند البوردر اوف ذا مانديبول، بتحقن حوالي من 3 ل 4 بوينت، من 3 ل 4 بوينت بكل بوينت زي ما احنا شايفين، من 3 ل 4 بوينت هنا. بحقن من 3 ل 4 بوينت، وبتحقن هنا بتدخل دير، بحقن حوالي قد ايه؟ من 1 الى 2 يونت، وبرده على الابر بلاتيزمال باند، ده عشان اصلح من النيفرتيتي نيك ليفت. كده احنا خلصنا تقريبا يعني اغلبيه الحاجات في البوتوكس في اللور فيس. اتمنى ان شاء الله تكونوا يعني فهمتوا الموضوع، وربنا ييسر الامور ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله المره الجايه هنكمل بقى الكونكتيف تيشو ديس اوردر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.